متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات بإدانة الدنيا دبي. 22 من أشواطنا في صباح هذا اليوم تعلن انطلاقته في هذه اللحظات، خصص لانطلاقات الانتاج والمنتجين لبكار المحليات الأصايل. مباشرة أتقدم وأنطلق مع هذه الأسماء المنطلقة والصدارة والمقدمة في هذه اللحظات على المركز الأول، وطالع المقدمة وجدان صالح بن يابر بن صالح العامري يتقدم مع وجدان على المركز الأول. المركز الثاني طماعة معضد بن محمد بن هلال المزروعي. المركز الثالث هذه مياسة راشد بن دنان بن فالح بن سيف الشامسي. والمركز الرابع ضي حرام بن راشد بن سيف بن شاوي الغفلي وغزلان قائد فيلق الجبيب حمد بن غريب الكتبي قادم على المركز الخامس. المركز السادس مزاحمة الواصلة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري وحفلة عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي القادم مع حفلة على المركز الثامن. تاسع المراكز معارك حسين بن سالم بن حسين الهاجري. المركز العاشر السليمانية حمد بن راشد بن حمد بن غدير القادم الواثق مع السليمانية على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، هكذا ندان الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة، ومن هنا تحول إلى الصدارة. أعود إلى المقدمة إلى المركز الأول، وجدان المتواجدة على الصدارة. صالح بن يابر بن صالح يتقدم العامري على المركز الأول مع وجدان. المركز الثاني أتابع المركز الثاني طماعة معضد بن محمد بن هلال المزروعي القادم على المركز الثاني. المركز الثالث شعار محمد بن عتيج بن زيتون المهيري القادم على المركز الثالث. المركز الرابع مياسة القادمة راشد بن دندان بن فالح بن سيف الشامسي القادم على المركز الرابع، وغزلان حمد بن راشد بن غريب هنا القادم في هذه اللحظات على المركز الخامس. المركز السادس وصلت الفايضة سالم سعيد بن راشد بن دغيش القادم مع الفايضة، وبن راشود يتقدم في هذه اللحظات مع انطلاقة وتحديات الشاهينية القادمة والمنطلقة. مع هذه الانطلاقات وصل شعار باللاحج يتقدم في هذه الانطلاقات والتحديات القادمة مع انطلاقة وتحديات طاعة سيب مطر بن سيب اللاحج. وصلت كذلك الظبي سالم بن محمد بسلم العفاري يتقدم مع الظبي القادم. الظبي وصلت من حاشة سيل سعيد بن سيل بن حمد بن مضحية العامري القادم مع من حاشة. ولكن أعود إلى الصدارة الكيد الأخير وصالح بن يابر بن صالح وجدان على المركز الأول، وجدان على الصدارة والمقدمة. المركز الثاني قادمة على المركز الثاني في هذه اللحظات مع هذه الانطلاقات والتحديات. هذه بشعار الدحبة بن حمد بن دليلة بن لويعة العامري يتقدم مع انطلاقة شواهين القادمة. والقادم أحلى وأجمل الدانة حمد بن بطي بن محمد الشامسي أول نجا لهذا الشعار. ونوضة سالم بن علي المشيقري قادم المشيقري مع النوضة قادمة. ولكن وجدان على المركز الأول، وجدان صالح بن يابر بن صالح العامري يتقدم مع وجدان الدانة حمد بن بطي بن محمد الشامسي قادم على المركز الثاني. المشجري على المركز الثالث ثلاثية رعي نوضة قادمة.
سالم، راعين وضع سالم بن علي بن محمد المشجري من السلطنة قادم، ولكن وجدان وجدان يا أهل الإنتاج، وجدان يا أهل المحليات الأصايل، وجدان صالح بن يابر بن صالح العامري، والقادم الدان حمد بن بطي شامسي، والمشجري المشجري قادم مع نوضة، ولكن وجدان وجدان المتواجدة من البداية حتى خط النهاية ختمت المسار إلى صالح بن يابر بن صالح العامري المركز الثاني، شعار المشجري المركز الثالث، شعار الشامسي المركز الرابع، وصلت على المركز الرابع هم الأولى منصور بن صالح بن علي الحميري، والخامسة المركز الخامس هذه صبا لعبيد بن سالم بن راشد بن حبالة الكتبي. هكذا هي النتيجة. نعود مع التوقيت الزمني، ساعة وصولي وجدان 6 دقائق، نتابع 6 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن يابر بن صالح العامري المركز الثاني، وصلت على المركز الثاني هذه نوضة سالم بن علي بن سعيد المشيقري. 6 دقائق 7 جزء 1 من الثانية. المركز الثالث شعار اللي وصلنا المركز الثالث هذه الداني حمد بن بطيب بن محمد الشامسي. 6 دقائق 7 5 أجزاء من الثانية وتوقيت الداني. تهانينا والناموس للجميع.